أنا من راعي بالعلم الطيب، كاشف عند ربع وعند جمهور وعندكم. عند أخويا. هذا أهم شيء. أنا نكون واقع والله العظيم. صحيح. هو ما قدم العلم الطيب. الله يوفقك أبو سعيد. وأنت بتاع العلم الشيء اللي بيني وبينك. والله العظيم يا أبو سعيد أنه ما جاء في الرجل. والله ما جاء في الرجل. استاهل أبو سعيد. استاهل. كلامه لا ما تنعيش ولا علومه ولا اصبر بعدين محترم محترم ترى هو من عائلته محترمه ابوه نعرفه قدام والله هو بيرد على ادنان كلمته ولا طرف كلمته الله يهدل ابوك رجعت برضه الله يطول عمرك ابو سعيد الله يكتب لنا ويكتب جعل المال جميع الخير يا رب انا ادري شو خيرتي انا طال عمرك مكن النبض الى الله قبل ادخل الباب خير اختار هذا يا اخي ايه لا تكرهون شيء وهو خير لك روح لك داعي ترى مع شو اسمه ذا هم طيب بجي بجي خلاص ايه انا خلاص روح حسين من السلام عليكم السلام قادر بيجون بيجون ايه موضوع موضوع بسيط والله لي ولك خليني بجيك لا شو ادرك تعال ابو هلا حبيب وسام الحمد لله ممكن والله شف بالله يلهم الله حق الله والله انه تدري ممكن الحين لو تدري انه كم كنا نكمل ثلاث شهور ها يمكن ما يجي شمال سبحان والله العظيم صحيح صح يمكن يعين شيء ما يعين نعم اخوي الخيره فيما اختاره فيما اختاره الله سبحانه صادق لا تكرهون شيء هو خير لكم انا صادق الله العظيم يعني ما سامي ابو اروح اروح روح لهم انا تحبيب وفرح الله حيه والله برد يا ولد الليله ها برد والله ها اوه ها اي والله ابو سعيد دخل وطلع على جميل انا اشهد انه طلع كسب قلوبنا كلنا جمل اشهد بعد ما ندري شو خيرتي اكيد شو خير ثاني يا ظهر ها سولف معي اليوم من امس والله جالسين نرتب ارتب معه الدخوليه حقت الشيخه واكثر من فكره كذا يعني يعني يمكن هم بده الشباب يعني من الناس اللي زي كذا يجي عندي علي يعطني نصايح كذا فهمت تعرف ان دغش على سجيته يعني من الشباب اللي على سجيته صريح ايه واضح ما واضح واضح ما يتصنع ولا نعم اي الله يوفقه اللهم جعل له يا خير والله انا سبت استغفر الله اكرهها ها؟ ليلة الجمعة هذه ما صرت ما صرت يا اخي لا اله امور طيبة الشيء اللي يهونها الشيء اللي يهونها ان احنا جالسين نشوف يعني نشوف الولد نجاحه نشوف الولد عنده شغف عنده طموح يعني والله حتى من اول كنا نكتب سيناريو مع احمد الحاصل على كم مشهد تمثيلي يصور ونكتب سيناريوهات ويجي كنت يعني اخاصمه والله اني اخاصمه كان عبد الله اخوي معي هنا في الطريق والله اقسم بيت الله وبلال اني اخاصمه كان عبد الله اخوي كذا يعني ما دغش اللي حتى ما يعني ما اتعب في التعامل معه فهمت ما اتعب في التعامل معه كذا كلمة كلمتين ثلاث أربع خلاص تبى العلم الله أسبوع عندي فيها ضغط نفسي يعني الأسبوع اللي فات طلوع خالد الحجر ماشيت أسبوع ذا دغش أسبوع الجاي من يعني والله أنا كنا نستهين فيه من اللي سوى لي ها يعتبر برنامج سنين الحين طال عمرك خويك يجلس معك وتاكلون انت وياه سوا وترامون سوا وتكونون سوا وتضحكون سوا ومعاه يعني في مكان يعني تجلس معه اكثر مما تجلس مع ابيك وامك واخوانك ها؟ يعني انا وياك الحين في البيت ناخذ لنا ثلاث ساعات اربع ساعات يعني بدون ما نطلع صح
لكن هنا طال عمرك على مدار 24 ساعة وجهي في وجهك. نعم. تدري ان كنت صدق صدق كنت اشوف البرامج الواقعية زي كذا، والله لازم اقول في شيء مبالغة، لكن يوم ان جينا هنا كل واحد من ديره وبعيدين، قلت لي اسمع يوم واحد والله العظيم اني خلاص توالف مع لازمي هذا. يا ولد اقسم بالله العظيم شيء ما ادري. لكن الخير في ما اختاره الله. الحمد لله. اموره طيبه ان شاء الله، جمهوره قدامه. جالسين نشوف هن يعني ما شاء الله، اشوف دقش من الشباب اللي اخر اليوم اللي جمهوره ما شاء الله تبارك الله خلاله اثر يعني، وتركوا بصمه ما هي اي بصمه قويه صراحه. ان شاء الله ان يوم ورجال ان يستاهل في خبر التوثيق باذن الله. ما عندنا الدغش في الامور دي، ما راح تخاف عليه ان شاء الله. اللي ياسرني بس في موضوع خاص بيني وياه، كان دائما يجي يفضل لي اياه بعد البث، تكلم في الموضوع ذا يعني ممكن اللي هون علي خروجه يمكن الشيء هذا، هو يدري بهذا. أيه. نعم الله يجعله فيها خير. صلى الله ييسر امره. احنا ما نخاف عليه، احنا بس الحزن والعبره ذي فراقه عننا هنا، انك تقوم فقدت لك شخص في الموضوع في المكان هذا ما عنده موجود. الموضوع طال عمرك، حن مصيرنا نطلع من ذا القرير. نعم اكيد. زين والصداقه على طول ما فيها كلام. اكيد اكيد. لكن الوضع طال عمرك هو على الضغط النفسي، يعني بناخذ لنا الحين 60 يوم بدون خالد الحجري وبدون دغش. وكل ما هذا بالتناقض. كل اسبوع يطلع واحد. كل اسبوع يطلع واحد. زين. يعني الله فيها ضغط نفسي. أنا كنت أتابع برامج الواقع، ما كنت أتوقع يعني أنها تصل للدرجة هذه، أحس فيها مبالغ، لكن جينا هنا وحسينا والله أنه يمكن أشد من الشيء اللي كنت أتصور. اللي كنت أتصور، نعم، عرفت؟ يعني خويك الحين له معنا 21 يوم، زين؟ والله ما يبغى له معنا 21 يوم 27 يوم 27 يوم من قبل الحلم، صح ولا؟ 27 يوم، كل يوم حمى. كل يوم كل يوم كل يوم فجأة طلع. أكيد بنفتقد كذلك خالد الحجري. خالد الحجري يا أخي أشهد إنسان فيه من الصفات الطيبة اللي فيه والله عن كلهم، عرفت؟ كل واحد خالد يقول الحجري. كل واحد يقول الزود عندي فيهم اثنين في، بس أنا أقول يعني دغش تداخل معنا، عرفت؟ تداخل معنا وخذا وعطى وكذا و... يعني عشنا معه أكثر، شايف كيف؟ لكن طال عمرك خالد الحجري يعني جانا هنا ما جات المدة اللي يعني تداخل معنا صح، عرفت؟ كم خذها معنا؟ 7 أيام 14 يوم 14 يوم، وكان فيها فقرات وكان فيها كذا وكان صح فيها كانت ضغط جدا، كان فيها فقرات وكان فيها ضغط وكان فيها وباقي ما فهمنا سياسة البرنامج، عرفت؟ وكلنا حتى انا باقي ما بعد حصلت لي مجال مثلا مع سلطان الصباح، علي العمري، عبد الله الثاني الثالث، صح ولا؟ يعني ترى يعني صعب يعني انك تدخل مع الشباب كلهم في مده وجيزه، صح ولا؟ 26 متسابق، عرفت كذا؟ كذلك نواجه الاعداد، نواجه الاداره، نواجه المدير، نواجه الكنترول، نواجه، عرفت كيف؟ باقي ما جات المدة اللي، لكن خالد الحجري والله اني اعاني من فراقه الى الان صدق، ودغش الليله زاد الطين بل، عرفت؟ الاسبوع الجاي من؟ الله اعلم. اللي بعده يعني بتصفى على كم؟ عرفت كيف؟ والله فيها ضغط نفسي، شايف كيف؟ دغش كان مجهز له امور، كان مجهز له والله يا عيال عاليات، مجهز له افكار، لكن ما سمح له الوقت يعني.
والله عاد يوم تقولون انا ترى اتابع برامج واقع زين والله كان نعيش انا اصلا كان يعيش بحلم تعرف حلم يعني شيء تعيشه ما كنت اتوقع ان هذا الشيء فعلا يحدث بينهم على الشاشه يعني وانت تشوفه انا متاكد ان في ناس الحين يشوفونا يقولون كيف يعني هم يشوفون الظاهر يشوفون الظاهر ما يدرون اللي بين ما يدرون اللي خلف الكواليس ما الخاف يعظم والله انه الخاف يعظم فعلا الخاف يعظم والله حتى امس يوم هذا انه منيه اعلان والله انه بلشني هذا لا هذا هذا برايم هذا ما هذا ما هذا ما يطلع الخطه متكدره كل ما يدخل واحد السجن كل ما يدخل كل ما يدخل واحد السجن تنصدمون واذا طلع واحد لكم تفرحون فيه فرحه ها كان برايم قوي اقسم بالله اي والله ترى مشاعر صدق يا اخي شوف المشاعر هنا والله احنا هنا نتوادع يعني نحس باحساس احنا ما احنا ما عاد احنا متقابلين لكن احنا بنتقابل عرفت لكن الفكره هذه ما 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 استوعبناها على الان ايه عرفت سلطان الصباح بكره قدر ان ما استوعبناها تعايشنا يا اخي اي كد يعني حزن خفي يا حزن بس انا اعرف انك ابواجك ولكن حزن التعايش هذا المده اللي المفروض ان نعيشها 90 يوم فكل يوم بينقص صدق ترى يعني يصير في حزن يصير في تاثر انا اضمن انا اضمن اني جلست مع سلطان الصباح عرفت مده ما جلسها مع واحد من اصحابه اللي برا اشهد اي والله على مدار 24 ساعه اي والله اي والله على مدار 24 ساعه كذلك علي العمي كذلك عبد الله الزهراني كذلك دغش خالد الحجري الله يستر علي خالد الحجري يا اخي دغش كلهم لكن الحمد لله على كل حال شوف حما حم حزينين ليش حن صدق حم حزينين لكن في نفس الوقت حن ندري ان الرجال هذا انه في مرحلته الثانية عرفت رجل شفنا فيه نجاح ايوه جواه وبره نعم عرفت يعني الان بيقدم نفسه الان بياخذ راحته عرفت ياخذ راحته رجل الان بيصنع محتواه بنفسه موقف صار بيني ودغش تخبرون مقابلاتكم اللي كانت هنا يمكن احنا في برنامج ماراثون اغلبكم جيت وانت جيت مع اللي كانت مقابلات نعم. هنا سوقت نعم. البرنامج اثراي نعم. يعني عايض ممكن عايض هو عرفته قبل قبل يبدا برنامجكم تقابلنا في ابها انا وياه وناصر الشباب بس دغش مبدي العيال كلكم اللي قابلته هنا ذاك اليوم وقتها كانت مقابلتكم احنا كان عندنا برنامج ماراثون احنا والشباب سلطان والعيال سبحان الله والله رجال سبحان الله كنتوا كثيرين وقتها ما ادري فوق ممكن اكثر من 30 رجال او اكثر من 40 رجال والله يا رجال سبحان الله اللي زرع قبوله في قلبي من ذاك اليوم قسما بمن حل القسم اني ما اكذب يا رجال كذا سبحان الله انا اشوفه لما يمشي واروح للولد شايف فيه انه متوتر الولد اشوفه متوتر طالع كذا ويطالع فيني وابتسامته ما فارقت وجهه سبحان الله وممكن انتم تلاحظون دغش حتى هنا في البرنامج يعني سبحان الله الادمي اللي ابتسامته هذه ما تفارق وجهه فاجي عند احجاج طلق طلق والله طلق فعلا في يوم جاني وسولف معي جاني كذا قال يا اخي كيف يسالني يعني عن اليه المقابله وكيف وزي كذا تسمع والله اني اشوف في وجهك الخير واشوف في وجهك انك بتنقبل خش عندهم اقول له خش عندهم عند الاداره شفت السوالف اللي قاعد تسولف فيها معي الان وانا وقتها والله ما اعرف اسمه اسمه ما اعرف بس سبحان الله يا اخي الارواح جنود مجند فهمتني تقع الارواح تقع من اول لقاء فاقول له اقول له ادخل عند الشباب عند الاداره وحط يعني قدم اللي عندك قدم اللي تملكه اللي انت جاي عشانه ولا تتصنع خلك على سجيتك اللي قاعد تسولفها معي الحين والله انك باذن الله انك راح تنقبل فعلا ويسولف معي وكذا ومدري اخذت معه والله يمكن حتى وقتها غبت عن البث يمكن 45 دقيقه ما دخلت اني قاعد اسولف مع دغش ما دخلت البث قاعد اسولف مع دغش فرحت راحت الايام ومدري كيف يوم شفت مقابلتكم هنا يوم سويتوا مقابله اللي كانت على اللايف
فعلا اشوف مقابله ذاك اليوم يوم سويت التمثيليه صح اني انقهرت شوي لانه يوم انه دخلوا اثنين وسووا مشهد تمثيلي ذاك اليوم توصلت معه بعدين فعلا بعدين يوم اشوفكم دخلتوا قبل الحلم والله يشهد الله اني فرحت لا يشهد الله في ذمتي وطالع اليوم دخل معنا زد رصيدك وعرفت الادمي عن قرب وتعرفت عليه عن قرب فهمت علي يعني سبحان الله سبحان الله اللي زرع فيه القبول شوف والله صراحة حتى كان معنا فيما قبل الحلم ضياجيل والله ان كل منهم يقول الزود عندي أشد. عندك مطلق الخالدي الله يبيض وجهه كان حتى بهدايا اهدانا هدايا الله يبيض وجهه يجزاه رجل عندك حسين الرفيدي عرفت ونعم فيهم والله والله ريجي عندك بدر الشيباني اوه بدر الله فنان فنان بدر عندك محمد الدرعاني ابو فالح عرفت ها ابو فالح ايه ما نعاد باقيها شو اسمه احمد الطائر ايوه باقي في واحد بعد اللي دائم مع عبد الله والعماني اخونا الثاني ايه اللي دائم مع عبد الله اخونا العماني ها العماني كمان الثاني ايه عبد الله المحاجري اخو اللي معه دائما شو اسمه وعندك كذلك حسن ملفي بن صنيجه رجل اللي مع عبد الله العماني عبد الله المحاجري ايه مين اسمه اللي مع خالد المحاجري عبد الله عبد الله المحاجري هذا خالد الحجري هذا انتوا عشتوا 6 ايام يا عيال صح او 7 ايام خلاص عشتوا 6 ايام و7 ايام كيف احنا اللي عشنا كمان ماراثون عشنا 21 يوم تتأهل وتعيش مع كمان شباب 11 يوم مدة 12 يوم يعني ناس حتى من الشباب القدامى والله انهم صدق لا عمر لا ددم لا فيصل لا الشباب والله الشباب كلهم سلطان انت مرتهم مراحل يا دخلت بس ترى احنا كنا على ضغط نفسي هنا فيما قبل الحلم كان فيه ضغط نفسي ليش؟ صح احنا نجي 6 ساعات 7 ساعات او اكثر لكن تطلع طول العمر لا شوف المكان ما عندنا الوصالة هذه عرفت لكن يوم دخلنا القرية كامل توسعنا شوي ارتاح تعرف انت مثلا صح ان الجمهور ممكن بعض المرات ما يطلع على صوت الجلسة اللي انا اكون جالس هنا لكن انت نفسك اذا جيت تبغى تسولف الصوت من هناك داخل في المخيخ فهمت المكان كان شوي محصور وعلى هذا اقسم بالله العظيم انهم يوم طلعوا من عندنا ثمانية صح؟ ثمانية اللي طلعوا من طلعوا الثمانية اخويانا خاصة احمد نخصه ولا قصور في الباقي احمد طائر احمد كان انا وياه كنا ساكنين كلين في لبن كنت اخذه من هناك ونجي سوا ما توقعت اني بيطلع صدق ما توقعت اني بيطلع الله يوفقهم ويوفقنا جميعا يا رب والله اني بعد المواقف هذه ترى اقسم بالله يا رجال اني ما ادري كيف اطلع السالفه انا في زي الحاجات هذه ترى احب اروح انام يا ودنا انا الحين اقسم بالله روحنا ها روحنا اقسم بالله الله في المواقف اللي زي كذا خلاص احب اني اعزل نفسي وانام لين اقوم بعدين خلاص اقوم زي كذا تو 12 ونص 12 ونص 26 هذا بالله الشيطان خطافه شيخ يا ولد تكاك ضيقه شد لنا مسحوب يا صقر ها غني مسحوب طوارئك يا قال في عذبتني طوارئك يا قال بي أبو عثمان يا إبراهيم جل الكلام وضبت الابتسامة من بعد ما جربت طعم المعاناة
من بعد ما جربت طعم المعنوع أنا فقدت الغالي اللي مقامه يجعلني أبكي له حي ما مات يجعلني أبكي له حي ما مات. الحمد لله. بحصة والراح يا ريبي. يا وجه الله. يقول لح الله الفراق ولا رعاه فكم قد شق قلبي بالنبالة قاتل كل جبار عنيد ويقتلني الفراق بلا قتال. الفراق أثر على النفس الجسورة الهواوي كل يوم أردى من أول القمار لا غب ما يبطي حضوره حدها أسبوعين كان الوضع طوال لتيومك خذت من صورته صورة خذت طبعه في ريونه لو تحول خدت طابع في رجوعه لو تحول بكيت وهل بكاء القلب يجد فراق أحبتي وحنين وجدي فما معنى الحياة إذا افترقنا وهل يجدي النحيب فلست أدري فلا التذكار يرحمني فأنسى ولا الأشواق تتركني لنوم. الله هلا عطا مسحوب بعد عرض. شد حالك شو هاي شو يقول يلا احنا بنقعد على ذا الحال يعني الاسابيع الجاي صدق انا والله اني في حالة صدمة الان يعني فيني تكاك تكاك لا يعلم به الا الله في نفس الوقت ماسك نفسي. طلب الله يا رجال الله يعيد. تطلع يا ابو احمد ولا ولا تطلع الاسبوع الجاي؟ والله ما ادري ايش اللي بيصير يا ولد ما ادري ترى تدري والله العظيم اللي طلع ابراهيم اني ما توقعت اني بطلع صدق يعني ما توقعت ان دول بيطلع ابراهيم. والله شوف اذا تبي الصدق شوفني انا يوم قال ترجع للقريه مثل ما تشوف والله اني ما فرحت. ليه؟ لاني ادري يعني كيف فرحه ما تكتمل. صح شفت خوياي وراي بيطلعوا بيطلع واحد منهم. صح والله اني صدايق جدا عرفت يعني ها 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 ما ها كيف ها يا ولد ايش بك؟ بعلقها بعلقها انا هنا يا ابو لبن. خلها خلها اعلقها بالنص افتح طيب اعلقها ليه؟ حطها بالنص بالنص ها؟ لا 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 حطها بالنص بالنص لا لا رسائل لا 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 رسائل الشباب اللي يطلعون هنا نعلقها. ايوه هذا حائط الذكرى ايوه هذا الموت الصوره على الجنب ده اللي حن